الآن سأعطي الكلمة للوفد السوداني لفترة دقيقتين ونصف، الوقت المتبقى للوفد في إطار هذا الحوار. وإذا أعطيكم الكلمة صاحب السعادة السيد الفاتح محمد عيسى طيفور، لكم الكلمة. المفارقة هي أن هذه اللجنة التي تزعم أنها لجنة قانونية ومستقلة أقدمت على عمل سياسي وإعلامي صارخ، حيث عقدت مؤتمرا صحفيا يوم 6 سبتمبر الجاري قبل أن تستعرض تقريرها على هذا المجلس الذي أنشأها، لتعلن في الإعلام أنها أوصت بتوسيع حظر السلاح الخاص بإقليم دارفور. هل هنالك تسييس أكثر من ذلك؟ هل هذا هو اختصاص آليات هذا المجلس؟ هذه الخطوة أكدت متى صحة موقف السودان وكافة الدول التي صوتت ضد قرار إنشاء هذه اللجنة. والآن فإننا نجدد مطالبتنا بإنهاء تفويضها فورا حفاظا على هذا المجلس وآلياته من التسييس. عندما أطالب كنائب عام ورئيس للجنة التحقيق بأن تتوقف دولة الإمارات فورا عن دعم الميليشيا المتمردة بالأسلحة والزخائر والعتاد العسكري، فأنا أتحدث وبين يدي ما يكفي من الأدلة الدامغة، كما أن دعم دولة الإمارات للميليشيا المتمردة المستمر حتى اليوم لم يعد خافيا على أحد منذ أن وثق ذلك تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الخاص بالقرار 1591 المنشور كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة، ناهيك عن شكوى السودان المسنودة بالأدلة الدامغة بما في ذلك رصد الرحلات وشحنات الأسلحة، علاوة على نماذج الأسلحة والذخائر التي تم جمعها من مسرح المعارك في الخرطوم وعليها أختام دولة الإمارات، وما زال دعم الإمارات مستمرا حتى اليوم للميليشيا المتمردة. أما فيما يتعلق بما أشار إليه ممثل منظمات المجتمع المدني من مزاعم لا أساس لها من الصحة، فهو يعلم جيدا أكثر من أي شخص أن الذين نزحوا من فظائع الميليشيا ذهبوا إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة. إن تسييس عمل منظمات المجتمع المدني بهذه الصورة يسيء إلى منابر الأمم المتحدة وتنافى مع القرارات التي تحكم عمل المنظمات غير الحكومية. أما المنظمة التي سمحت باستغلال اسمها وصفتها كواجهة سياسية لإدخال أفراد بعضهم مطلوب لدى العدالة، فسوف نتحرك بشأنها في لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة، ونشير إلى أنه ليست هنالك محاكم طوارئ بالسودان، إنما تباشر المحاكم الوطنية العادية محاكمة هذه الجرائم. شكرا جزيلا سيد الرئيس. أشكركم. عاش السودان.